بداية أخبارنا المتنوعة طبعا من اتحاد الكرة اللي تعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي ليتولى مسؤولية تدريب المنتخب الأولمبي، وأنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كل التفاصيل المتعلقة مع المدير الفني البرازيلي النهاردة الحد علشان يبدأ مهمته بشكل رسمي، ومعاه ثلاث معاونين وهما تياجو كونيا المدرب المساعد وليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال جواو بيدرو محلل الأداء. وبيمتلك ميكالي مشوار مميز كمدير فني خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، وقاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، وده طبعا حصل في أولمبياد ريو 2016، وكمان حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عام على الميدالية الفضية في بطولة العالم للشباب عام 2015. طبعا دي خطوة مهمة جدا، واحنا بجد كنا منتظرينها من فترة ان احنا نعين مدرب للمنتخب الأولمبي علشان يبدأ بسرعة يشتغل على انه يكون المنتخب الأولمبي ويجهزه للفترة الجاية، وطبعا بنتمنى له التوفيق هو ومعاونيه ان شاء الله في الفترة القادمة. تعالوا نروح لنادي النصر السعودي. طيب هناخد رامي رجب الأول الناقد الرياضي وبعد كده نبدأ أخبارنا. مساء الخير أستاذ رامي. أستاذ رامي رجب مساء الخير. طيب هنحاول نكلمه مرة تانية، خلونا نرجع يعني نروح للنصر السعودي وهذا الخبر الهام، ونروح لنادي النصر السعودي أصدر بيان بيرد فيه على إعلان الحارس محمد أبو جبل بتقدمه بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على قيمة عقده كاملا من النادي السعودي. نادي النصر في بيانه قال انه تم التوقيع مع ابو جبل في صفقة انتقال حر على ان يبدأ العقد يوم 1 اغسطس، ولكن النادي السعودي اوقف الصفقة بسبب اكتشافه ان الحارس لم يكن حرا في فترة توقيعه على العقود، وانه مرتبط بعقد مع نادي الزمالك بيمتد حتى 30/8/2022. وتم التواصل مع اللاعب ووكيله ومطالبتهم بتقديم ما يثبت ان اللاعب حر، لكنهم لم يقدموا اي اثبات. واكد بيان نادي النصر انهم بعد الاعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي بي 12 يوم فوجئوا بان محمد ابو جبل ارسل اخطار للنادي السعودي بيقول فيه انه وقع مخالصه مع نادي الزمالك وانه انهى عقده بشكل مبكر مع الزمالك قبل موعد نهايته الاصلي اللي هو يوم 30/8/2022. وشدد البيان ان ده يعتبر اعتراف ضمني ان كل اللي اتقدم قبل كده من معلومات كانت غير صحيحة، فبالتالي الاتفاق اتبنى على مخالفة جسيمة ومعلومات غير صحيحة، علشان كده قرر نادي النصر التقدم بدعوى امام الفيفا لاستعادة مبلغ 450,000 دولار تم دفعها لابو جبل، واكدوا ان الخلاف القانوني لا يلغي احترامهم للاعب محمد ابو جبل، ولكن كل طرف بيحاول ان هو يحافظ على حقوقه.